انه موجود في منتخب مصر، واتمنى له التوفيق ان شاء الله في المنتخب. ولسه المشوار طويل، يعني احنا لسه يعني احنا تأهلنا لدوري المجموعات، انما لسه المشوار طويل. يعني في شك طبعا ان احنا في اي بطوله امير بندخلها بيبقى هدف النادي الاهلي انه يحصل على البطوله، يعني سواء بقى بطوله افريقيا او دوري او كاس او سوبر. فلكن بطوله افريقيا عشان بقى لها فتره يعني غابت، احنا خدناها 2012 و2013 و2014، خدنا ابطال الكاس اللي هي الكونفدراليه 2013. فطبعا مهمه جدا بالنسبه لنا. السنه اللي فاتت احنا كنا قريبين جدا من ان احنا ناخد البطوله، ما كانش في توفيق، يعني اسبابها بقى كتير. يعني لو قعدنا نتكلم في الاسباب هنلاقي اسباب كتير، ولكن احنا عملنا السنه اللي فاتت اداء متميز في البطوله كلها. يعني لو نرجع كده بالماتشات والادوار اللي احنا لعبناها، وادوار صعبه وكانت بره ملعبنا، كان في يعني ماتشات صعبه جدا بره ملعبنا وعدينا الحمد لله. ان شاء الله ناخد البطوله السنه دي. والبدايه انا شايف ان الحمد لله، يعني كان احنا برضو امبارح في لعيبه كتير مش موجوده معانا، ولكن الحمد لله ربنا بيوفقنا وبنكسب ثلاثه. فمكسب ده المكسب رقم 18 في ورا بعضه يعني او متتالي. يعني الحمد لله رب العالمين على الفوز ببطوله الدوري، وزي ما انت قلت كده الدوري رقم 40. ان شاء الله نعلق من الموسم اللي جاي ان شاء الله النجمه الرابعه في على التيشيرت. يعني دي حاجه كويسه، يعني ان انت بتاخد الدوري قبل ما ينتهي بست مباريات. وده لو رجعنا نتكلم بقى في ان انت بتاخد بطوله، طبعا شغل لسنه كامله، تعب ومجهود جبار، ولاعيبه، جهاز فني، مجلس اداره، بتتكلم في حاجات كتير قوي، منظومه كامله عشان تاخد دوري عام. مش سهله امير، دوري عام بيبقى هو اكبر بطوله بالنسبه طبعا، واطول بطوله، ومحتاجه صبر ومحتاجه مجهود ومحتاجه حاجات كتير قوي. فبقول الحمد لله رب العالمين على البطوله ديت. دي البطوله الرابعه ليا بالنسبه للنادي الاهلي. احنا انا شاركت في 5 بطولات دوري وانا موجود في النادي الاهلي، كان خسرت بطوله واحده، والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا 4. الحمد لله على المكسب. ببارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي سواء السابق او الحالي، ببارك طبعا للجهاز الفني واللعيبه ومجلس والجهاز الطبي والجهاز الاداري، كلنا تعبنا، العمال مش عايز انسى حد، يعني كله تعب. ببارك طبعا اكيد لحراس المرمى اللي موجودين، كلهم تعبوا. والمكسب ده طبعا زي ما بقول لك بيبقى اكيد في اخلاص وفي عمل وفي جهد بيبذل، وفي النهايه الحمد لله ربنا بيكلل مجهودنا ده بالنجاح وبنحقق بطوله. يعني الشناوي لحد دلوقتي لعب 25 مباراه في مجمل برضو البطولات كلها، لعب 21 مباراه في الدوري، لعب 2 مباراتين في افريقيا، لعب مباراه السوبر، لعب مباراه في كاس مصر. شايف ان وجود الشناوي في المنتخب مختلف شويه عما كان بيروح قبل كده. الشناوي كان بيروح وهو موجود في بتروجيت، راح مرتين وهو موجود في بتروجيت، ولكن وجوده في النادي الاهلي والضغوط اللي بيتحط فيها والبطولات اللي بيلعب فيها اكيد طبعا، ولعب نسبه مشاركه كويسه جدا السنه دي، واداء كمان متميز، يعني مش شارك بشكل، لا شارك واداء متميز. ربنا اكرمنا بطوله الدوري وبطوله السوبر، وما شاء الله بيأدي في افريقيا بشكل كويس. فوجوده في المنتخب المره دي مختلف شويه، فاتمنى له طبعا التوفيق في مع زمايله اللي اتاخدوا سواء الحضري واحمد الشناوي ومحمد عواد، كلهم حراس مرمى مميزين. واكيد طبعا المنافسه مش هتبقى سهله، انما خد بالك موضوع بقى مين احق انه يلعب في كاس العالم. ما تقدرش انت تجزم دلوقتي مين يلعب، لان انت عندك فتره كبيره، عندك يعني منتخب هيتجمع، مش موضوع 3 شهور، مش الموضوع في ماتشات وديه بتتلعب وماتشات تقيله بتلعب مع منتخبات كبيره. فالفتره دي طبعا انت لما بتتكلم على مين يلعب دلوقتي بتقول الناس اللي كانت بتشارك بشكل اساسي، يعني من اللي فنش الماتشات مع المنتخب، لعب معظم الماتشات الافريقيه وسواء تصفيات كاس العالم الحضري. فلما بتيجي تتكلم على من احق، يعني بيبقى في دايما افضليه للناس اللي مفنشه بالنسبه للمنتخب. تعرف ان الشيف هو كان لعب اخر مباراه مع غانا، انما الشيف طبعا مش متواجد دلوقتي بحكم انه طبعا ما بيلعبش في النادي الاهلي. فانا بقول ايه حقيت من يلعب دي، دايما انا ما بحبش، انا ايه زي ما بحبش ان حد يفرض عليا حاجه في شغلنا احنا جوه النادي الاهلي، فبرضو انا ما بحبش افرض رايي على حد. انما زي ما بقول لك في ماتشات ودية تلعب، ماتشات تقيله، ماتشات مع منتخبات كبيره، فالماتشات دي الى حد كبير هتبين الخريطه بتاعت مركز حراسه المرمى في المنتخب، وهتبين من احق بقى من خلال طبعا المشاركه ومن خلال طبعا الاداء اللي هيتم للحراس الاربعه الموجودين. يعني ان شاء الله.